انطلاقا من تبادل الخبرات الطبية، انعقد المؤتمر الدولي 18 للجمعية السورية للمولدين والنسائيين في دمشق مع مجموعة من الأطباء السوريين والعرب. حديثك عن الذكاء الصناعي، هل هو بالتشخيص أم بالعلاج بعض الأمراض حيكون يشارك الذكاء الصناعي؟ الذكاء الصناعي سيشارك بالتشخيص والعلاج والمتابعة والتقييم، يعني رح يدخل بكل شيء، حتى بأخذ القصة المرضية له دور. بعض الفحوصات حاليا تقوم على الاستقصاءات التشخيصية على الذكاء الصناعي. يعني هذيك اليوم لفتتني دراسة عم تقول إنه الذكاء الصناعي، عملوا دراسة إنه في ذكاء صناعي في طبيب، وقت عم يحللوا الحالات المشاركين إنه ما عاد ميزوا إنه هذا ذكاء صناعي ولا طبيب. الذكاء الصناعي سيكون مدعوما من الذكاء البشري، طبعا في هناك تكامل بين الاثنين، لا شك هناك بعض حالات الذكاء الصناعي تفوق الذكاء البشري، لأنه بالنسبة للطب سيكون هناك تكامل، لن يلغي دور الطبيب. طيب بما يتعلق بالأجنة، ذكرت بالبداية أنه في تحليل للسائل الأجنة، خلينا نحكي شوي عنه هالموضوع، شو ممكن يفيدنا نحن؟ بالنسبة هناك متابعة بالذكاء الصناعي، أول شيء تقييم للبويضات، تقييم للأجنة من خلال المورفوكينيتكس، من خلال مراحل الانقسام بكاميرات خاصة تختزل الزمن وتعطينا تقييم مفصل. هناك شيء اسمه ويتنسينج، متابعة لضبط الجودة بمخبر الإخصاب للأجنة أيضا. امتى متوقع تصير بسوريا؟ بسوريا حاليا نطبق بعضها، مثل كواليتي كنترول حاليا مطبقه من سنوات في سوريا، وهناك بعض الاختبارات باستخدام الذكاء الصناعي تطبق حاليا. خبرنا بدايه دكتور عن المحاضره يلي حضرتك اليوم قدمتها. الحقيقه انا بدايه عايز اشكر الاستاذ الدكتور مروان الحلبي على الدعوه الكريمه، والحقيقه الواحد بحس انه ده في بطنه الثاني، دي ثالث مره ان انا اجي سوريا الشقيقه. الحقيقة كل مرة يكون في تقدم ويكون في ازدهار، وإن شاء الله بنتعشم في المزيد. النهاردة أنا كنت بتكلم على مشكلة بتزيد جدا، وسببها هي ازدياد نسبة الولادة القيصرية، والمشكلة دي لها أثار خطيرة وممكن بأن هي تؤدي إلى وفاة الأم، وبتحتاج إلى طريقة في العلاج متقدمة، بتحتاج إلى خبرة، وهي المشيمة المنغمدة. فإحنا اتكلمنا على إزاي نشخصها وإزاي نشخصها بدري، وإيه هي الاحتياطات اللي نتخذها بحيث بأن إحنا نقلل من المضاعفات بتاعة المشيمة المنغمدة. دكتور حضرتك المحاضرة اللي قدمتها شو كانت؟ أنا محاضرة اليوم إن شاء الله حتكون على الساعة 5، المحاضرة مختصة في طفل الأنبوب، وبتحديد بالنسبة لترجيع الأجنة المجمدة للرحم وطريقة تحضير الرحم قبل إرجاعها. بالسنوات الأخيرة زادت نسبة تجميد الأجنة وترجيعها بنسب نجاح عالية، فاليوم المحاضرة حتكون عن البروتوكولات العلاجية لتحضير الرحم قبل ترجيع الأجنة، وذلك للحصول على نتائج عالية في محاولات أطفال أنابيب. دكتور محاضرته كانت عن الولادة القيصرية، خلينا نقول هل الولادة القيصرية هي شرط أساسي بالطفل الأنبوب، ولا فيه يولد الطفل كطفل طبيعي؟ الحقيقة ما هي الشرط أساسي، لكن هو بيبقى في هذه الوضع بيكون أكثر ميلا أو أكثر يعني إن احنا نعمل قيصرية، لأن هو بيبقى طفل عزيز حقيقة كل طفل عزيز، لكن الطفل بتاع الأنبوب ده عزيز جدا جدا. تعقيب على كلام الدكتور أبو بكر أستاذنا الكبير، أنه فيزيولوجيا وطبيا لا يوجد داعي لعمل عملية قيصرية بعد الحمل بعملية أطفال الأنبوب، لكن المرضى بيكونوا عادة بينتظروا فترة طويلة، الدكتور بيكون كمان قلق شوي على الحمل، فممكن تزيد نسبة القيصريات في هاي الحالات. بما يتعلق بتجميد الأجنة، هلأ في تجميد البويضات بالإضافة لتجميد النطاف، هل هي تعتبر فينا نقول فينا نحن نحدد جنس المولود، فينا نحدد الأمراض، نخفف من الأمراض من خلال التحاليل، كونه نحن عم نحضر هذا البيبي للتكوين، يعني فينا نحن نلحق مثل ما بيقولوا بالدي إن إيه تبعه؟ نعم، هلأ في بالتكنولوجيا الجديدة ممكن الكشف عن الجنين قبل إرجاعه،
عن طريق فحص الكروموسومات أو فحص الجينات، وهذا عادة في المجتمع الشرق الأوسط للكشف عن الجنس المولود أنه ذكر أو أنثى، لكن في حالات معينة ومهمة ممكن الكشف إذا في مرض موجود في العائلة، مرض وراثي، استثناء الأجنة اللي بيكون عندهم هاي الطفرة الجينية وعدم ترجيحهم للأجنة، وبذلك بيكون إحنا بنمنع حدوث حمل وولادة لأجنة مريضة جينيا. خلينا نعرف أكثر عن لقاح سرطان عنق الرحم بالإضافة لنزوف الولادة، إمتى بتكون هي خطيرة؟ موضوع سرطان عنق الرحم صار فيه لقاح بيتعمم على الفتيات وعلى النساء بكافة الأعمار، الهدف منه هو وقاية من فيروس الـ HPV اللي بيسبب سرطان عنق الرحم، وبيحمي من اختلاطات مستقبلية من الإصابة بسرطان عنق الرحم. أما نزوف الولادة فهي بتتعلق بموضوع الممارسة التوليد باختصاص توليد وأمراض النساء وطرق الوقاية منها وحماية الأمهات، لأنه مثل ما معروف أنه من أول المخاطر لوفيات الأمهات هو النزوف الولادية. We'll be right back.